أول شركة وطنية طبق فكرة الخدمات المتكاملة للحفر الـ IDS في الشرق الأوسط هي شركة أدنوك للحفر. هذه ميزة إضافية لشركة أدنوك للحفر اللي تعتبر من أكبر شركات الحفر في الشرق الأوسط بأسطول مكون من 96 حفارة برية وبحرية. IDS هي تقريباً زي حلم للشركات أن يكون عندها كل السيرفيس موجودة عندها. كانت تحديات نواجهها نحن في الحقل أن كل السيرفيس اللي أنت تطلبها تتوفر من شركات، أنت تتعامل مع المتغيرات والتأخير اللي تصير، هذه الأشياء كلها تكلفك مجهود ووقت وطاقة وفلوس. فعندنا قسم كامل جاهز توفر كل السيرفيس هذه في مظلة واحدة. أنا جداً فخور أني أنا كنت من الناس اللي انضمت للـ IDS كأول مهندس من أدنوك دريلينج. بدينا بحفارتين واليوم نحن واصلين ل 16 حفارة، هذا بالأونشور فقط. بالأوفشور نحن بدينا بحفارة واحدة واليوم عندنا 10 حفارات بحرية. أكثر شيء أنا أحبه في الدريلينج لما نحن نحفر في الرزفوار، أنت تحفر في البيزون، كنت تتابع يومياً التغيرات اللي تصير، تغير في الوزن، الفيسكوستي، دايركشن. أنت لازم تكون إنفولف في أكثر من أوبريشن في نفس الوقت. جات فكرة الريل تايم مونيتورينج، تقدر تسوي مونيتورينج أوبريشن اللي صايرة معاك خطوة بخطوة، هم متابعينها. كيب مونيتورينج HD. توجه في الشركة في أدنوك أن كل الحفارات تكون IDS، فهي بتكون محتاجة نوع تطوير جديد للمهندسين. مركز تدريب لأدنوك يوفر هذا التدريب. كل ما تتطور الشركة كل ما تطور في مهندسينها المواطنين. أدنوك تستثمر كثير في موظفينها، الأساس مالها هو ناس موظفين عندها.